عبد الرحمن، استاذ طب المسنين بكليه طب جامعه عين شمس، وهنتكلم على فقره مهمه جدا خاصه بطب المسنين. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني طب المسنين ده بيعالج ناس كتير قوي خاصين لقلبنا كده، اللي هم كبار السن اه طبعا. والقريبين لينا. حضرتك ممكن تكلمينا عليه اكتر؟ يعني هو طب المسنين لو حبينا ان احنا نبسط التخصص، يعني فالفرق ما بين طب المسنين ومثلا تخصص زي الباطنة هو نفس الفرق ما بين الأطفال والباطنة، لأن في خصوصية للمريض نفسه. يعني الشخص المسن ده اللي هو احنا بنقول فوق سن 60 أو 65 سنة، ده جسمه مختلف تماما عن الشاب، ومختلف أكتر كمان عن الطفل الصغير. فنتيجة لأن هو جسمه مع التقدم في السن بيحصل تغيرات فسيولوجية، بتحصل في الخلايا، بتحصل على مستوى الأجهزة بتاعة الجسم، وبالتالي بتبقى على مستوى وظائف الأجهزة بتاعة الجسم المختلفة، الدورة الدموية، الجهاز العصبي، الحركي والعضلات، الجهاز الهضمي، كل دول بيحصل فيهم تقدم في السن. زي بالظبط كده الشعر ما بيبقى يعني يعني بيبيض. هو تقريبا زي طب الأطفال بس لكبار السن، يعني هو بيبقى ماسك يعني الناحية الباطنة. مختلف مختلف، لأن أولا في أمراض مختلفة، حتى الأمراض اللي هي أنا قصدي بتحصل الفكرة العامة ليه يعني. الفكرة العامة بالإضافة إليها إن يعني في جزء بقى لا يتجزأ من التخصص اللي هو الجزء النفسي والاجتماعي بالنسبة للشخص المسن، لأن النظرة بتاعة دكتور المسنين لازم تبقى نظرة شاملة. ما ينفعش إن هو يبص للمرض وبس ويكتب روشتة ومع السلامة، دي ما تنفعش خالص في طب المسنين. كبار السن ما تنفعش. اه طب احنا ابتدينا نسمع شوية كتير دلوقتي عن طب المسنين ازيد من الاول، فهل ده كان موجود، التخصص ده كان موجود من زمان في مصر ولا ابتدى يدخل في الكليات؟ هو مصر رائدة دايما الحقيقة، حقيقة يعني مصر هي أول دولة في الدول العربية والشرق الأوسط بصفة عامة اللي يبقى فيها تخصص طب المسنين.